يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ تبدلها لنا ببت تانية، احنا جايبين واحدة نشحت بيها ولا نصرف على علاجها. اسف، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل الا اذا كنتوا هتدفعوا فرق نص عمولة. ماشي. كله يثبت مكانه ولا حركة. الحمد لله، هم دول اللي خطفونا. انت فارس صح؟ ايوه انا. وانا كريم، محدش سأل عني. هو انتوا بلغتوا عنا ليه بس كده؟ ده احنا بنحبوكوا. كدابين يا فندم، دول عصابة كبيرة. تمام تمام، كله حيبان في التحقيقات. اخس، انا اتمسك بعد سنين الخبرة دي كلها ماليش حق. انا ماليش دعوة بيهم، هم اللي الكلام ده تقوليه قدام النيابة. يلا قدامي. ايه؟ لقوا فارس؟ يا بنت كريم يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما، خليك صاحي، خلي بالك. ممكن تلاقي ناس وحشة ما بيخافوش، مين طريق غريبة هيحاول يقنعك بيها، بس انت مهما عمل برضو ما تصدقوش. ممكن يقولك حتى كسبت في المسابقة، او هات تليفونك اصل انا عايز اعمل رنة، بس انت مهما عمل برضو ما تعبروش. لو حد قرب منك انت بقى على صوت، هتلاقي ناس تساعدك يكلوه زي الوحوش. اعترض اصرخ انت واستغيث، وقول الحقوني وما ترحمهوش. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما، خليك صاحي، خلي بالك، خلي بالك، لو حصل واتخطف اياك تخاف او تنكسر، اسمع كلامهم كده وكده وفي النهاية هتنتصر. بلغ عليهم البوليس لأي ضابط او شاويش موجود هنا عشان تعيش. خلي بالك، خلي بالك. وانت يا ابني ليه هربت؟ ضيعت ليه مستقبلك؟ قول يا ربي واستنى، لازم تصبر تتأنى وانسى صحاب السوء، دي حياتك ليها معنى. والخلاصة فيها عبرة، صح كلامي فهم الفكرة. أبوك وأمك ضحوا تعبوا عشان يبنوا لك بكرة، فمش صياع إنك تخون وإنك تهرب، ده الجنون. ركز فكر، خلي بالك. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما، خليك صاحي، خلي بالك، خلي بالك. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما، خليك صاحي، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. أمي أمي يا حبيبي يا كريم. ليه يا حبيبي عملت كده؟ معلش يا أمي، أنا آسف. أنا اللي آسف يا حبيبي، أنا ما بنامش، بدور عليك كل يوم وفي كل حتة. أنا لقيت شغل خلاص، وهترجع المدرسة من بكرة. بجد؟ طب و رفعت عليه قضية والحكومة حبسته خلاص. أنت أهم حاجة في حياتي. أنا بحبك قوي يا أمي. مفيش حاجة في حياتنا أهم من ولادنا. الأطفال ملهمش أي ذنب إنهم يتعرضوا للقسوة دي. عندك حق، شكراً يا حضرة الضابط. بنتي مي. بابا. يا حبيبتي يا بابا. بنتي. ياه، أخيراً اتكلمت. يا حبيبتي يا بنتي، حصل لها إيه يا فندم؟ حادثة بسيطة والحمد لله أحسن دلوقتي. أنا مش هلعب بعيد عنكم تاني أبداً يا بابا. شفتي بقى اللي حصل؟ أنا أسفة، أنا أسفة يا بابا. طب يلا يلا بينا، دي مامتك مموتة نفسها من العياط عليك. يلا يا حبيبتي يلا.
كده يا فارس؟ مش أنا منبه عليك ما تمشيش لوحدك في الشارع وما تكلمش حد غريب؟ أنا آسف يا أبويا، الحمد لله على سلامتك يا دنايا. أنا هموت من الجوع يا أمي، بقالي يومين ما أكلتش حاجة. حالاً حالاً يا حبيبي. عجبك كده يا فارس؟ ضيعتلنا وقتنا كله اليومين اللي فاتوا عمالين ندور عليك. مش أني قلتلك ما تمشيش لوحدك يا فارس؟ ومن إمتى إحنا بنكلم حد غريب ها؟ معلش يا ولاد، سيبوه يستريح الأول وبعدين نبقى نفهمه غلط. أستريح مين؟ أني هاكل وننزل سوا نلف على البلد حتة حتة. ليه بقى يعني ها؟ ليه؟ صوري مالية الشوارع، ده ولا كأني نازل الانتخابات.